معرض ضفيرات اسم بيدل على الترابط المجتمعي والإنساني معا، فبالتعاون مع مركز الجسويت الثقافي بالإسكندرية ومؤسسة سوريانا نظمت مؤسسة طرحها المعرض الختامي لورش الصناعات اليدوية للسيدات السورية. المعرض شهد حضور واسع من السوريين والسوريات اللي عرضوا منتجاتهم المتنوعة من رسومات ومأكولات سورية وجلود والعديد من المنتجات الأخرى. من خلال المشروع القائم على فكرة الدمج اشتغلنا شوية مع الستات على فكرة ازاي يقدروا يعملوا منتج فني وفي مهارة يدوية ويكون يعني بذرة لتكوين مشروع يقدروا منه يبقى عندهم دخل وكمان يقدروا يندمجوا أكتر في وسط المجتمع المصري عن طريق عرض منتجاتهم. ده جزء أساسي من الأنشطة بتاعتنا، إن إحنا أولاً تنوع الثقافات، إن إحنا عندنا ثقافة مختلفة، ثقافة تانية بنكتشف مع بعض إيه هي الفنون وإيه هي الحاجات الصناعات اليدوية، وده شيء مهم جداً لأنه ده يعتبر جانب من الجوانب الإنسانية، إزاي من خلال الفن من خلال الثقافة إن إحنا نكتشف بعض ونعرف إيه الغنى اللي عند كل شعب مختلف وعند كل حد مختلف عننا. المعرض بيسلط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع، خاصة العنف ضد المرأة، بالإضافة لتدريب عدد من السوريين والسوريات في مصر على بعض الأعمال مثل الخياطة والتريكو وتوفير كتير من فرص العمل لهم. تعرفنا على مركز سوريانا وجينا مركز سوريانا، عرف مامتي على أخدوها اللهم سألنا فرشة عمل، ومن ورشة العمل دي قالت لي من يومين إن في معرض وكده ومحتاجين حد ينزل معهم وكده لو عايز، فجت لي الفكرة ان ايه انزل انا بالبرفيوم اللي بعمله وانزل اجرب حظي بقى اشوف هيحصل ايه وممكن تكون بداية خير. صرت احضر ندوات بسوريانا، مثلا انشطة سوريانا كتير، عن طريق سوريانا تعرفنا على مركز صراحة كمان استفدنا كتير، عادنا دورة تدريب خياطة كانت امتع ايام حياتي، دورة خياطة بالراحة مع مدام علا كتير 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 كان روعة. وحاليا انا هلا بشتغل بالمربيات عشان ظروف الحياه، كمان ماما بتشتغل كروشيه فانا تعلمت منها وبدانا انا وماما نسوي. اول شيء نزلنا السوق والمحلات، كان في محل معين احنا كنا بنسوق له بعدين وقفنا، وبعدين بدانا ننزل معارض، هذا اول معرض مع طراحه وانا مشاركه حاليا بكروشيه. طبعا المعرض ده بيمثل نقطه انطلاق لعرض منتجات يدويه لكتير من السوريات اللي تعلموا صناعات يدويه تساعدهم على كسب الرزق.